بعض الناس يأتي بالغرائب، الغرائب وإن كانت تروق للناس إلا أن أهل العلم يرفضونها. ولذلك الخطيب في كتابه الكفاية في علم الرواية قال ونقل عن بعض السلف، قال ترك بعض السلف علم بعض الناس لأنهم يأتون بالغرائب مع أنهم كانوا من أعبد الناس. ولذلك قال الخطيب، انظر، قال الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية مع أن بين وبينه أكثر من 950 سنة، ماذا كان يقول؟ يقول وفي زماننا هذا طلب كثير من أهل الحديث العلم الغريب فصرفهم عن العلم الصحيح، فأصبح العلم الصحيح مجتنبا لا يبحث عنه، وذلك لعجز همم هؤلاء عن هذا العلم الصحيح. قال وهذا يخالف ما عليه أئمة الحديث وما عليه أسلافنا الذين ذهبوا. انظر، هذا في زمنه، فما ظنكم بزماننا هذا؟ فإذا العلم نعمة، لكن ما هو العلم الذي هو نعمة؟ هو العلم النافع.